اختر لغتك. اكتب اسمك. مرحبا بك. اختر الدرس. دعاء الصباح. مرحبا. دعاء الصباح. احفظ. نحن أطفال صغار مثل أزهار الربيع، عندما يأتي الصباح نسأل الله السميع حفظ آباء كرام في حماهم لن نضيع. ربي واحفظ أمهات هن كالحصن المنيع، واجعل الأشجار تعطي كل خير للجميع، واملأ الدنيا سلاما واحفظ الكون البديع. أربط بما يناسب. جيد جدا. أقرأ ثم أضع نعم أو لا. من جديد. جيد جدا. أقرأ ثم أربط بسهم لأكون جملة. جيد جدا. استفيد من القصيدة. ماذا استفدت من هذا الدرس؟ استفدت أشياء كثيرة. دعاء الصباح. دعاء الصباح. نحن أطفال صغار مثل أزهار الربيع، عندما يأتي الصباح نسأل الله السميع حفظ آباء كرام في حماهم لن نضيع. ربي واحفظ أمهات هن كالحصن المنيع، واجعل الأشجار تعطي كل خير للجميع، واملأ الدنيا سلاما واحفظ الكون البديع. أفهم معاني الكلمات. في حماهم، أي في دارهم وتحت رعايتهم. مثال: أعيش سعيدا في حما والدي. حصن منيع، أي مكان يصعب الدخول إليه. مثال: قصر الملك حصن منيع. الكون، أي السماوات والأرض. مثال: الله تعالى هو الذي خلق الكون. أعبر كما في المثال.
عندما يأتي الصباح نسأل الله السميع، عندما نسمع الأذان نستعد للصلاة، عندما يقف القطار ينزل الركاب. أجيبوا عن السؤال، ماذا يطلب الأطفال من الله تعالى؟ استفيدوا من القصيدة. أدعو الله تعالى دوما أن يحفظ والدي، أحب الخير للجميع. اختر الدرس.